الشمس قاسية والحرارة لهيب والأرض متشققة من كتر ما حميت والشمس لا بترحم ولا بتغيب يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار الخضرة يبست ومش باقي سوى الصبار والأرض نشفت ونشفت مية الأنهار فينك يا أيام الندى الخضرة يا أم الحنان يا حلوة يا مطرة فينك يا ضلينا فين إيدك تغطيني وتميلي كفك وتسقيني اطلع عليا يا سحاب يا أبيض ابسط جناحك يا سحاب وافرد وانطر عليا ميتك أنهار تبن ريق العيدان المصلوبين في النار بقول لك الموت بيلف حوالينا يا راجل خلي عندك ايمان ربنا موجود وبيحافظ علينا دايما لولا ستر ربنا كنا متنا كلنا لكن ربنا مد ايده للجانب انا عديت في حادثه اصعب من كده بكتير وربنا نجاني حادثه عربيه حاتم حوادث بره فظيعه ابدا حادثه طياره طياره كنا اكتر من 300 واحد وقعت بينا الطياره وانت الحمد لله ربنا نجاني كنت الوحيد اللي كان فيه النفس جماعه ولاد حلال شالوني ونقلوني المستشفى وقعدت اتعالج سنه بحالها الف حمد لله على صحتك الله يسلمك صالح ايوه دخل شنو جوه يا صالح عينيا
شايف ايه مكتر السكر يا ولد؟ نظفنا يا ولد وخلصنا بيه. شاي خفيف سكر خفيف لو سمحت يا عم صادق. وده شاي شيرين. اصل انا متعود اشربه كده. اهلا بضيفي. انا مش ضيف، انا من اهل البلد. من اهل البلد؟ انا عمري ما شفتك قبل كده. انت اصلك لسه صغير شباب يا احمد. يعني انت من هنا؟ صوتك مش غريب عليا. جرى ايه يا محبوب؟ انا ناجي يا راجل. ناجي؟ ناجي مين؟ ناجي ابو نعيم. نسيتني يا مسعود ولا ايه؟ ناجي ابو نعيم يا سبحان الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حاطين عليك يا ناجي يا محبوب. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا حبيبي؟ تعالى اتفضل اتفضل. اهلا بيك. اهلا اهلا. ايه يا جدعان، ما تفهمونا ايه الحكايه؟ ولا احنا مش محسوبين من وسط القعده؟ ناجي ده يا اشرف يا اخوي كان زينة شباب الشرقاني. الكلام ده كان زمان يا مسعود، من 20 سنة يا راجل. من 20 سنة؟ عايش بره البلد، بقالك 20 سنة؟ أنا طول عمري حاسس إنك هترجع يا ناجي. مسير الحي يتلاقى. أنت متأكد يا جنيدي من الكلام ده؟ طبعًا. ده قابلته وقال إن اسمه ناجي ومن عيلة أبو نعيم. وإنه راجع بعد غربة 20 سنة. يا خبر. بعد كل السنين دي يا ترى ايه اللي هيحصل يا ام جمال؟ ام جمال؟ وايه دخل ام جمال بالحكايه دي؟ لو انت ما تعرفش، ده ام جمال عاشت العمر اللي فات ده كله وهي مستنيه اليوم اللي يرجع فيه. ليه يعني؟ ما هو ما حدش كان بيقدر يقف قدام فرج الا ناجي، ومن يوم ما فرج قتل جمال ابنها وهي اللي خدت فيه العزا ولا لبس اسود، مستنيه اللي ياخد لها بطاره. وناجي بقى هو اللي هياخد بطاره؟ ايوه. لعلمك ناجي ده طيب وامير ومش ممكن يعمل كده ابدا. يبقى قول لها انت الكلام ده يا جنيدي. يا ساتر عليكم كلام يا اهل الشرقاني. اهم اهم. رجع؟ اخيرا رجع جنيدي جوزي وصله لحد هنا بنفسه. جه اليوم اللي عشت طول عمري استناه. جالك اللي هياخد لي بطاري منك يا فرج. ياه، فكرتينا بزمان واللي كان بيحصل بينك. حرج استنى يا حرج استنى. هقتله، لازم اقتله، لازم اقتله، هقتله هقتله. حرج استنى يا حرج، لازم اقتله. استنى يا حرج يا حرج استنى استنى يا حرج. اوعى هقتله. اوعى كده اوعى. بقول هقتله هقتله. يا 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 اهدي على لازم اقتله. اعمل يا فرج. وقف يا جمال، وقف بقولك. لا لا يا فرج، اعمل معروف يا فرج، بلاش يا فرج. 100 مرة قلت لك ما تمدش ايدك على المية. انهي مية؟ المية بتاعتي. دي مية الترعة. دي ميتي انا وزرعي. زرع يموت؟ ما يموت يا اخي في 60 داهية. 100 مرة قلت لك بيع لي عرضك، بيعها يا جمال، بيعها بدل ما بورها لك. حرام حرام عليك يا فرج، ده انا وراه ولاية. كده يا ناجي؟ ايوه كده يا فرج، لو خطيت خطوة واحدة هقتلك. اجري يا جمال، اجري بسرعة، اجري بعزم ما فيك. اسمع يا فرج، لو لمست شعرة من راس جمال انا هقتلك هقتلك. كده يا ناجي؟ ايوه كده. ارجع بيتك يا فرج، ارجع. ماشي يا ناجي، مش هنسالك عمليتك دي ابدا. هتنساها يا فرج، لاني هسيب البلد وامشي. هستناك هستناك يا ناجي، لو غبت 100 سنة هستناك، ولازم اوريلك لما ترجع. الثلاثة بقت عندي الثلاثة يا ناجي. لا عندان. لا، ناجي صاحبي وحبيبي واخويا ولازم يبقت عندي الثلاثة. اما اخويا لي كمان. يا جماعة انا بشكركم جدا، انا لازم ابيت في بيت خالي في قطر القديم. خالي وحشني جدا، بقالي 20 سنة ما شفتوش. يلا بينا يا جماعة. هجيب لك حاجتك بس. شكرا. عندك انت ممكن ايه؟
هتاخدوني في زكي تاجي ولا ايه؟ فرج. ايوه فرج يا ناجي. رجعت يا ناجي؟ رجعت. سلم عليا يا فرج. مد ايدك. انا مدد لك ايدي للسلام. انا ايدي مشغوله يا ناجي. اللي في ايدك دي نار يا فرج. نار نار؟ النار ممكن تحرق الكل حتى اللي قايدها. تحرق. انا عايزها جهنم. جهنم؟ اعوذ بالله. ليه كده يا فرج؟ اوعى تفتكر ان غيبتك دي طفت النار اللي بيني وبينك يا ناجي. لا، النار لسه ولعه، ما بقتش رماد، بالعكس دي ولعت اكتر واكتر، وحنشوف هتحرق مين فينا. عمو ناجي رجع يا ماما. عمو ناجي مين؟ عمو ناجي قريبك. ناجي رجع؟ وعرفت منين؟ حد قالك ولا شفته؟ انا معرفش شكله، الناس اتلمت في القهوة عمالين يسلموا عليه. الف نهار ابيض. ناجي، ناجي ابن اختي فين؟ على القهوة. على القهوة؟ طب اخش اغير هدومي واروح للطيران. اجري يا حبيبي، اجري على ابوك. لدي من عند عمك خالد. حاضر يا ماما. يا ما انت كريم يا رب. نورنا يا فندم. نور يا باشا. كريم يا رجاله، وحشتني. وحشتني خالص. انت اكتر صدقني. انا ما كنتش متصور ان انا هشوفك تاني يا ناجي. الله يخليك. اهلا بيك يا استاذ ناجي. كلهم مشوا وراك يا ناجي. كل الغيبة دي وبرضو وراك. إن ما قطعت دبرك من البلد كلها ما بقاش أنا فرج. ليك وحش يا ناجي. شكل جوزي عارفه يا ناجي؟ طبعا عارفه. يا جماعة انتوا ليه بتعاملوني كاني غريب عنكم؟ ما يمكن البعيد عن العيب بعيد عن القلب. الانسان لما بيسافر حبايبه بيبقوا معاه في كل حته بيروحها. ده الانسان الاصيل اللي زيك. يلا قوم استريح، دي انت جاي من سفر والتعب باين عليك. الحقيقه يا جماعه القعده معاكم حلوه قوي. عيش يا استاذ ناجي. جايات اكتر من رايحات. بكره نقعد مع بعض ونشبع من بعض. يلا بقى على اوضتك. اوضتي؟ ايوه اوضتك. كل يوم كانت نعمه توضبها كانك فيها تمام. امال علشان يرجع يلاقيها زي ما هي. طب يا جماعه تصبحوا على خير. وانت من اهله. ما احنا كمان هنروح. كفايه شفناك. مش قادر بقى فهيمة، كفاية مش بالعافية. هم أحرار، ما يرحبوا بيه زي ما هم عايزين، وإحنا مالنا؟ ما حدش داسلنا على طرف يا فرج. يو كفاية بقى فهيمة، أنا مش ناقص. وده شحات. أنت زفت شحات. مين؟ مين اللي بينادي؟
بتعمل ايه عنك؟ نايم نايم يا كبير. ما انت طول عمرك نايم، غافل ايه وهجام ايه؟ بس في حاجة، عايز حاجة؟ مش عايز حاجة من وشك ده. يلا يلا غور من هنا سعادة. اوامر. يلا يلا يا جماعة يا جماعة، قوم يا حبيبي. يلا يا تاكل هم. اوعى تعيط، ما تعيطش زي البنات. انت راجل فاهم. ايمان حصل ايه؟ رجعت عليك ام جلبي، خدت شوفي وعملت له ايه؟ ضربت رجلك مع دمت العافيه. بس لا، وضبت له كل جلبي فكرين. من زمان كنت ازعل منك لو ما عملتش كده. طول ما بتاخد طارق بدراعك تبقى جدع. انا دايما باخد طارق بدراعي يا ام. لازم، احنا في الزمن اللي ما يعتمدش على قوته ودراعه الناس تدوسه، اللي ما لوش ناب يتاكل ويندس. انا اللي هدوسهم قبل ما يدوسوك. لما مات ابوك مش ليا ناب ادافع بيه عني وعندك. سميت ضوافري، خليتهم سكاكين حاميه عشان احميك واحمي نفسي. يلا يلا هاتها. قولي لي ايه الهبابه الجلابيه؟ ما هو سيناج يقطع واحنا نصلح. اقلع. يا سلام، وحشني اكل بلدي يا ناس. الف هنا وشفا هناك. مطرح ما يسريم لي يا ابني. شكرين يا خالد. خد يا اخوي. ايه ايه؟ زود. لا 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 لا، ارجوك خلي بالك انت من عندك بس، انا كده كويس خالص. تجيب راحته يا نعمه، تلاقي اكل الخواجات خلى معدته صغرت. ولا يمكن خسيت. هي مش برضو الحكايه اللي اسمها الرجيم دي اللي انتوا بتعملوها بتخسس المعده؟ ارجوك يا خالد ابراهيم، ارجوك بلاش تريقه لو سمحت. ولا ورايا شغلانه غير دي. من يوم ما شاكر ما مسك الارض وشال شيلتي، ولا ليا لا شغلاني ولا شغل. اها، ازاي الكلام ده يا عمي؟ هو انا من غيرك اقدر اعمل حاجه؟ هتاكل بعقل حلاوي. ناجي شاكر من ساعتي وهو ماسك ارضي وارضك وارضه. ربنا يخليكم لبعض، والحمد لله غلت ارضنا ما تعلاش عليها غله. ما شاء الله ما شاء الله. وعلى فكره يا ناجي، فلوسك على داير الملين في حسابك، وده فاتيرها في ايد عمي، مش كده يا عم ابراهيم؟ ده كلام يا شاكر برضه. هو انت يا راجل محتاج لشهاده خالي ابراهيم برضه؟ اصلك يعني ما تعرفوش يا ناجي. بيقول ان موقفه حرج. حرج؟ حرج ازاي؟ بين حجرين طاحون؟ يا ساتر، ليه يا راجل؟ قصدي ان جوز بنت خالك يبقى اخو فهيمه مرات فرج. لا، هي مرات فرج تبقى اختك؟ شيء كده بنت ناس واصول زي حته الالماس. علشان كده فرج جري وراها لحد ما لهفها. مالكش حق يا شاكر، ده انت زي اخويا تمام يا راجل. بس انت لسه يا ناجي ما تعرفنيش. هعرفك. امشي عدل يحتار عدوك فيك. وشاكر بقى ماشي زي المسطره. ده حتى فرج بيعمل له حساب. عشان اخو مراته؟ قريبه؟ فرج لا ليه قريب ولا حبيب. فرج بيعمل له الف حساب لانه عارف كويس قوي ان شاكر في الحق زي السيف. على فكره انا قابلت فرج ليله امبارح. يا حسني لحق تلاقي حد يثبت وجوده. يثبت وجوده ويثبت شره. يا ساتر، من صغره الجدع اللي اسمه فرج ده، وهو يغير منك قوي يا ناني. من وانتو قد كده مفاعيص، وهو حاطط نقله من نقلك. مالك يا حبيب؟ مالك؟ فرق عمل لك ايه تاني؟ حط على جلبيتي. ليه؟ واحنا بنلعب قطعت كمه غصب عني. صدقيني غصب عني يا مرت خالي. معلش يا حبيبي مصدقني ولا يهمك. أم هو بقى راح قطع لك الجلبية بالعند مش كده؟ أيوة. معلش يا حبيبي، انا دلوقتي لما تقلع هخيطها لك وارجعها لك زي ما كانت بالظبط. فقطع بسيط قوي. وفرق ماله؟ هنعمل فيه ايه؟ نسامحه طبعا. نسامحه ازاي؟ زي ما قال المسيح. بس ده بيكرهني. المسيح قال احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم،
وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. مش ممكن، إزاي بس؟ ما هو المسيح قال يا حبيبي: إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون. ما ينفعش الكلام ده مع فرج أبدا. لا، ينفع مع كل الناس، حتى فرج. حتى فرج. بولس الرسول قال: لا تجازوا أحدا عن شر بشر، لا تنتقموا لأنفسكم، فإن جاع عدوك فاطعم، وإن عطش فاسقي، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. المحبة لا تسقط أبدا. حب فرج. أيوة يا حبيبي، زي ما المسيح حب أعدائه اللي هم أوحش من فرج، حبوهم وعلمهم وغفر لهم وشفاهم. تضحك على ايه؟ افتكرت حكاية لطيفة قوي حصلت. تصور ان المسيح شفى ودن واحد كان جاي يقبض عليه. شفى ودنه؟ ايوه، دي حكاية ظريفة قوي وانا هحكيها لك. المسيح كان بيحب الناس كلها، كان بيعلمهم ويعمل لهم معجزات كتير. شفى عيانين وفتح عينين عمي وقوم ميتين. الناس تحبه ولا تكرهه؟ تحبه طبعا. رؤساء اليهود وكان كرهوه ودبروا عشان يقتلوه. لما جم يقبضوا عليه كان في بستان اسمه جثماني، كان بيصلي وكان عرقه نازل زي قطرات الدم. شويه وجه يهوذا الخاين. خاين؟ ايوه، التلميذ الخاين. جاه وراه اليهود قال لهم: اللي أبوسه امسكوه. اليهود اتلموا عليه بالعصيان والسيوف. واحد من تلاميذه كان معاه سيف، الضربة جت في ودن واحد منهم قطعتها. أحسن يستاهل. المسيح ما قالش زيك كده، بالعكس، وطى على الأرض ومد إيده وخد ودن الراجل وحطها مكانها وشفاه. وودنه رجعت زي ما كانت بالظبط. شاف الراجل اللي جاي يمسكه؟ ايوه، مش هو اللي قال: احسنوا الى مبغضيكم؟ اي. طب دلوقتي قوم بقى يا حبيبي اغسل وشك عشان زمان خلق. اه يا قلبي يا حديد يا خشب يا صلب، يا شفة الفخار ومتشكل في صور القلب، عطشان ومحروم وصابر على الضنا والغلب، عايش سنينك بتحلم بالربيع والحب. اطلع وشوف المطر يا قلبي يا عطشان، كانت بشاير الربيع فوق الغصون تنبل. يا قلبي يا تايه ورا وهمك، ودع شقاك وقطع حبال همك، وارسم على صفحتك عصفور ووردايا، وزع بشايرك على القلوب واملاها من فرحك. الشر يكوي القلوب والنار يحرقها، والرب يرعى الشعور وخيره يرزقها. ولا حد يروي النفوس غير اللي خالقها، وهو يشبع كل اشواقها، يفرد جناحه الكبير وكلنا من فوقها، يفرد جناحه الكبير كلنا من فوقها، يفرد جناحه.